هناك البداية يعني كانت عندنا مشاكل فنية بسيطة، لأنه أنت عارف يعني تقريبا جزء الأردن كانت السباقة لاستخدام التكنولوجيا في عملية التعداد السكاني كبداية. سلبيات ما أظن أنه في عندنا سلبيات، بالعكس إحنا يعني لما نتعامل مع كل شغلاتنا الإلكترونية راح تكون أفضل وأدق من الورقية. مشاكل مع المواطنين الحمد لله ما واجهتنا، بالعكس كانوا متعاونين لدرجة يعني عالية. احنا عندنا 100% كان عندنا عدد المساكن والأسر فلنفرض محدود، لما طلعوا الباحثين لاقوا في أسر مش مضافة ضافوها، لاقوا مساكن مش مضافة ضافوها، بالتالي صارت عندنا نسبة أعلى من النسبة اللي موجودة. يعني احنا حتى اليوم الجمعة موجودين هون بمنطقة اسمها حي الزهور في المنشية في الأغوار الشمالية، في عندنا مساكن مش مضافة ضفناها، في أسر مش مضافة ضفناهم، ولسه ما أظن اليوم نكمل، احتمال بدنا يومين حتى نكمل إضافة الأسر الباقية. كانت صعوبة بالبداية، بالعكس ثالث يوم رابع يوم يعني معي الشباب هون بالدعم الفني، فلنفرض أول يوم كان يجيني 500-600 مكالمة، ثاني يوم إجاني أقل، فيعني تقريبا بتاسع يوم ثامن يوم ما إجاني مكالمات. التجاوب من السكان الموجودين في الحي هذا عالية الدقة، وناس ما شاء الله عليهم متعاونين معنا لدرجة كبيرة. من بين عدد مساكن أو خلنا نأخذ لعدد الأسر ما بين 15-20 أسرة، كل مبنى بنلاقي فيه 4 أو 5 أسر، فمدة تعبئة الاستمارة بتأخذ منا من ربع ساعة لثلث ساعة. أجوا على الشباب قالوا إحنا الإحصاءات العامة عرفوا طبعا أنفسهم، قلنا أهلا وسهلا، وأنا أعطيتهم الإحصاءات أعطيتهم البيانات الرسمية مثل ما عندي أعطيتهم،